السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. اليوم غنعمل هضر الشمه هذه ديال طرز بوان دو كروا، رشمه خفيفه وسهله ديال نص طوق. نتوما البنات هنايا ثبت الكانفا، ثبتها بالوسط هنايا، هذا هو الوسط. وعملت هادو، انا بديت لكم انتم يا البنات، بديتها معكم. عملت ثلاثه جوايه، غنعمل دابا الجهه الرابعه بنفس الطريقه. المهم الرشمه راها سهله، غير تبعوا معايا الطريقه، سهله بزاف، دغيا غتفهموا الطريقه ديالها. هانتوما هنايا في الوسط عملت هاد الكروات هادو. هانتوما البنات في الوسط عملت هاد الكروات، يعني ثلاثه، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها هي الرابعه غتكون هنايا. يعني هادو كاينين هنايا في هاد البلاصه اللي خاويه، فين كاينين هادو، هاد الكروات هادو اللي كاينين في الوسط، شتوهم؟ صافي. دابا غنعمل هادي، غنسدها وعاد غنطلع نعمل هاد الوريقات هادي اللي كاينين هنايا. هانتوما غنطلعو، صافي. دابا عملت هاد الكروا، يعني غنطلعو بربعة ديال الشراطي. هانتوما واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، غنرجعو معاهم. أنا رجعت معاهم، دابا غنخلي وحدة. أنا خليتها، يعني دخلت بوحدة هنايا في هاد البلاصة، دخلت بوحدة وغنطلع بنفس الحساب، ثلاثة ديال الشراطي هنايا لتحت، دخلت بوحدة وهنايا غنخرج بوحدة، يعني أربعة ديال الشراطي. هانتوما البنات شتو الطريقة، هنايا دخلت بوحدة وهنا خرجت بوحدة، صافي. وغنرجع معاهم، سمحوا لي البنات، هنايا راه خليت وحدة ما سديتهاش، خليتها هنايا، خليت وحدة ما سديتهاش. نتوما غتسدو كلشي. وهنايا البنات بنفس الطريقه هادي، راه ما شتها حتى كنعمل المونتاج، عاد شتها بلي خليت وحده ما سديتهاش. هنايا تاني بنفس الطريقه، كندخلو بوحده نخرجو بوحده، الحساب نفس الحساب، يعني اربعه غنعملو كل سطر غنعملو فيه اربعه. هانتوما دابا غنسدو كلشي. هنايا تاني غندخلو بوحدة بنفس الطريقة، وغنخرج بوحدة، صافي، وغنرجع معاهم. صافي، ها هما هنايا كاينين أربعة، غنعملو أربعة. هانتوما يا البنات من بعد ما كملت هادي، غنرجع للجهة التانية، غنطلعو بنفس الطريقة اللي عملنا لهاد الجهة،
غنطلعو ونحسبو 4 ديال الشراطي هاهما 4 ديال الشراطي وغنرجع معاهم. انا راه خليت لكم الكاميرا دقه بدقه باش تفهموا الطريقه مزيان. وغنطلع ثاني قدامها، يعني خليت وحده، يعني دخلت بوحده وغنعمل 3 ديال الشراطي وغنخرج بوحده، يعني 4. ها هما 3، خرجت بوحده ها هما، نرجع معاهم انا رجعت مع هادو وثاني هنايا غندخل بوحده وهنايا غنخرج بوحده. هنايا ثاني دخلت بوحده، يعني الطريقه باينه وواضحه. صافي وغنرجع معاهم انا رجعت معاهم انا دابا سديت كلشي وغنمشي للبدايه غنعمل هاد الكروه هادي ها هي، يعني كاينين 3 هنايا في الوسط وغنزيد الرابعه، يعني هاد بوحدهم هانتوما. صافي هذه هي الطريقه ديال هذا الرشمه اللي عملت في الوسط، وهذا الرشمه غنعملها طويله. وهنايا البنات عملت هادو، عملت 3 في هاد البلايص هادو، هانتوما هنايا البنات في الوسط، يعني الوسط ديال هاد الرشمه غنعملو هادو، غنحسبو 7 ديال الشراطي. هانتوما دابا عملت 1 2 3 4 5 أسبع وغنرجع معاهم 1 2 3 4 5 6 7 وغنرجع مع هادو، يعني الطريقة سهلة. صافي البنات انا دابا سديت كلشي، هنايا غندخل بوحده هنايا هيا هيا هادي غنخديها وغنعمل قدام هادي هانتوما دخلت بوحده
هنايا ثاني غندخل بوحده. يعني في البدايه عملنا 3 7 ديال الشراطي، هنايا غنعملو 5 ديال الشراطي. هنايا عملنا 5 وغنرجع معاهم هنايا ثاني غندخل بوحده، وهنايا غنعملو 3 ديال الشراطي. صافي ها هما غنرجعو معاهم. صافي وهنايا غنعملو الشرطة، يعني واحد الكروة. صافي نرجعو معاها. وهنايا ثاني في هاد الجهة نفس الطريقة، وهنايا غنعملو ثاني 5 ديال الشراطي ونرجعو معاهم. صافي ملي غنرجعو مع هادو، يعني هاد الحساب اللي عملنا هنايا هو اللي غنعملو في هاد الجهة. وصافي البنات هذه هي الطريقة، المهم الطريقة راها باينة. الحساب اللي عملته في هاد الجهة هو اللي غتعملوه في هاد الجهة حتى تكملو تكملو هاد البلاصة. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تستفدوا منه. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو الفيديو، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله غنكمل معكم هاد الرشمه. هاد الرشمه كتجي طويله زوينه، كتجي هكا في نص الطوق طويله، وغنعمرها بالعقيق. صافي وحتى الفيديو الثاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.